خاتمة تاعش حط كرات. فريق فريق ثاني مدرب يصفر سريع يشوت الكرة، وهذا يشوت الكرة سريع ها ممكن احط هدفين، ويرجع يلمس يد زميله الثاني يشوت الكرة الثاني من في كرة زايدة بس اخر كرة من ياخذها من ياخذها هو الفائز. سريع ها يركض شوت ويرجع سريع صح سرعة صح صح بس ما اقدر اسوي تمرين. تدري ليش؟ لانه لازم اوقف اجمع الكرات مره ثانيه واحطها واكرر راح مني الوقت. فهذه لعبه تصير وليس تمرين. ممكن اسويها كلعبه بس ما تصير تمرين تخدم تطوير السرعه. فهمنا شلون؟ ممكن اسويها في يوم الاربعاء كلعبه كذا بس ما تخدم تمرين السرعه، لان تمرين السرعه لازم يكون له شروط في فترات الراحه. ما تزيد ولا تنقص.